بالله شهيد الأمة الإسلامية الذي أظهره الله سبحانه وتعالى، أظهره ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء ظاهرين والمرسلين ظاهرين، فربنا سبحانه وتعالى ما بيظهر واحد في أمة الإسلام باتفاق أكثر من 50 مليون مسلم أو 100 مليون مسلم في كل هذا الحب، فإن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا أحبب عبد دعا لأهل الأرض أن أحبوه فيحبوه أهل الأرض. ما حدث اليوم في مسجد النور يعني شيء يشرف الإسلام والمسلمين، ونقول لكل حاكم مستبد أن دم كل مسلم ليس رخيصا.